تجمعا كبيرا واحتفالا كبيرا في هذا المكان، وخاصة هنا من هذه المنطقة، منطقة الوثبة، وهذا الميدان عاصمة ميادين السباقات. أهلا بالجميع، مرحبا بالجميع، على بركة الله تتواصل الانطلاقات. ودعوني أرحب بالزميل سعد بن متلح العتيبي. بسم الله الرحمن الرحيم، باسمك اللهم نبدأ، باسمك اللهم نستعين. أيها الحفل الكريم، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. نحييكم من هنا من عاصمة الميادين الوثبة، حيث الأجواء الاحتفالية، حيث هذه الأجواء الخليجية، حيث تمتد سواعد الإيخاء على المحبة باجتماع قلوب أبناء الخليج قبل تجمع هجنهم في داخل الميدان. هاج الغرام وردد الألحان ترديد رافقه مقال بياني، أطلقته كالموج نحو مواني متشبعات فكرة ومعاني. كأس الخليج مقامة بأبو ظبي في العاصمة والوثبة الميداني. أهل الخليج تجمعوا بقلوبهم، لا همهم لا أول أو ثاني، متفاخرين بجمعنا وبعزنا. هذا سعودي وذاك عماني، من كل قطر في الخليج أتوا لنا في العاصمة والوثبة الميداني. يا سلام، لقاء يجمع الأشقاء في منافسات الذلل، في منافسات الأصايل. انطلق الكاس، كأس الجذاع، فابذلوا المستطاع وقدموا ما تمتلكون من قدرات ومن إبداع. هذه الاتحادية تحتل المركز الأول، من أقوى هجن الإمارات في هذا التحدي، تحمل شعار الإمارات مع مالكها سعادة حميد بن سعيد النيادي. أما المركز الثاني تحضر فيه الذيبة مع العملاق بن عويضان محمد بن سهيل بن عويضان العامري من دولة الإمارات. يصل أبناء قطر من خلال التحرك ومن خلال مصيحة، غيرت مصيحة وتسللت إلى المركز الثاني بالشعار العنابي. هنا حمد بن غانم بن سلطان الهديفي يدفع بمصيحة إلى المركز الثاني. المركز الرابع أيضا أبناء قطر يدفعون بالديحة من خلال ممثل الخور الدام عبد الله بن محمد بن أحمد المسند. أما المركز الخامس تتقدم النايفة للسيد محمد بن راشد بن سالم الغيلاني بالشعار العماني، الخنجر والسيف عمانية. يا الله، أبناء السلطنة، أبناء الدوحة، أبناء أبو ظبي، أبناء الإمارات، أبناء الكويت، أبناء السعودية، هلموا إلى هذه الانطلاقة، هلموا أبناء الخليج، حافظوا على عاداتكم واستمروا في محافظتكم على هويتكم وعلى تقاليدكم. هناك الاتحادية تتحد مع النيادي. الله الله، الاتحادية أيضا تحتل المركز الأول. نادى المنادي يا النيادي فانطلق، نادى المنادي يا النيادي فانطلق إلى الكاس، انطلق إلى الذهب. منافسة ذهبية، منافسة فضية، منافسة برونزية، هي منافسة ثلاث، هي منافسة ثلاثية الأبعاد. مرة أخرى أعود إلى البداية، الاتحادية على المركز الأول، سعادة حميد بن سعيد النيادي يقدمها في الصدارة، يقدمها، يقربها من الذهب. المركز الثاني هنا الديحة تتحرك لعبد الله بن محمد بن عبد الله المسند. المركز الثالث، شوفوا 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 من الواصلة، يصل الهديفي،
يقدم لنا هذه الانطلاقة مع الدوحة. الله يا الدوحة، الدوحة تحمل الاسم الغالي، تنطلق في المركز الثالث حمد بن غانم بن سلطان الهديفي، وفي المركز الرابع يتقدم أبناء السلطنة مع النايفة محمد بن راشد الغيلاني، وفي المركز الخامس يصل أبناء المملكة ويتحدون مع المتحدة في تشجيعهم في مؤازرتهم نايف بن خالد بن سعيد آل زايد الهاجري. ولكنني أعود مجبرا، أعود مضطرا إلى ذلك الإبداع، إلى ذلك الإمتاع في منافسة الجداع. يا سلام، هذه الاتحادية متحدة مع الصدارة، متحدة مع المركز الأول، لأنه طوق النجاة إلى الوصول إلى الذهب. المركز الأول إذن سعادة حميد بن سعيد النيادي، شعاره هناك يلمع يلمع ويلمع ويلمع، ويريد الاقتراب من لميع الكاس، من لميع الكاس. الله 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 الله، الكيلومتر الأخير، نصل مشاهدينا الكرام تقريبا إلى الكيلو الأخير. هذه المنافسة، هذا التحدي، هذا الصراع، رغم ما أعانيه من وعكة صحية، إلا أنني آثرت المشاركة في لقاء أبناء الخليج، وأنا منهم وإليهم. هنا الصدارة مع الاتحادية، المركز الثاني. يلا يا المتحدة، أبناء المملكة يصلون مع نايف بن خالد بن سعيد الزايد الهاجري، والمركز الثالث ابناء السلطنة. الشرطة تصل، الشرطة تصل حمد بن محمد بن سالم الوهيبي ممثل ابناء السلطنة، ولكن الاتحادية هناك. النيادي يا النيادي، الكاس ينادي، ينادي النيادي ويناديك يا من تريد يا من تريد أن تستجيب للنداء الهاجري على المركز الثاني. منافسة إماراتية سعودية عمانية. يا سلام يا سلام، الاتحادية أقرب إلى الكاس، أقرب إلى الكاس. أبناء عمان يصلون، يصلون أبناء عمان. وصلت الآن، تحركت احتفال حمود بن محمد بن سالم الوهيبي، ولكن الاتحادية، الاتحادية تزف للإمارات للمرة الثالثة على التوالي. كأس البطولة، كأس البطولة في سن الجداع، إليكم يا أبناء زايد، إليكم يا أبناء الإمارات. نادى المنادي للنيادي فجاء الكاس، كان الذهب. الاتحادية مع الذهب، مع الكاس، مع الكاس، مع الانتصار. تهانينا والناموس لسعادة حميد بن سعيد النيادي على فوزه بالكاس والميدالية الذهبية. المركز الثاني، احتفال حمود بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثالث، الشرطة لحمد بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الرابع لأبناء المملكة من خلال الشاهينية لمصلط بن شعفان السبيعي. المركز الخامس، الدوحة لناصر بن حفيظ بن سالم النابت المري. مشاهدينا الكرام، إذن الاتحادية تنتزع الكاس مهدية الإمارات، ثالث الانتصارات، ثالث الألقاب بتوقيت زمني مقداره 7:23 بالوفاء والتمام. تهانينا لسعادة حميد بن سعيد النيادي على هذا الانتصار. المركز الثاني، كان توقيتها 7:24، 3 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك احتفال ولأبناء السلطنة على حصولهم على الميدالية الفضية حمود بن محمد بن سالم الوهيبي. الميدالية البرونزية أيضا لأبناء السلطنة من خلال الشرطة، وتوقيتها 7:24، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا لحمد بن محمد بن سالم الوهيبي.